أنت سيدة ذكية جدا. وأنت لا بأس بذكائك، ولكن قل لي، ما مدى استعدادك للتعامل مع عدد من الناس دون ارتباك؟ العامل منا يا سيدتي يتكيف في سبيل العيش مع الناس والطبيعة، مع أي شيء. حسناً، أريدك أن تكون شخصاً آخر. سيدتي، أنت لا تحبين أن يرانا أحد معاً، وتريدين أن أنتحل شخصية أخرى. هل علي أن أظهر في مكان بشخص جديد بينما شبيهي يرتكب جريمة ما؟ لا، ذهب خيالك بعيداً. على العكس، سيفرح بك أناس كثيرون حين تمثل دور ذلك الشخص. أين سيتم ذلك ومتى؟ غدا سترى بعينيك وستعرف كل شيء. قل لي يا عيب، هل سيعود فارس؟ ماذا يقول لك قلبك يا سيدي؟ قلبي ليس مكسورا كما حدث يوم فقدت فائزة، ولا حتى ابن أخي ياسين. قلبي غير مقتنع بموت فارس. أنت تعرف مرضك جيدا يا سيدي. طبعا أعرفه يا عيب، وكيف لا أعرفه؟ هل هناك ضرر في انتظار عودته؟ معاذ الله، الأمل بعودته يشد من عزيمتي. أبقي على أملك يا سيدي، فالبصيرة أقوى من البصر أحيانا. صدقت.
أين كانوا؟ ومتى يفعلان؟ ولماذا سارة بالذات تبعث في الأمل بعودة فارس؟ خذني إلى غرفتي يا عيد، خذني إلى غرفتي. السبب واضح، إن للسيدة سارة مصلحة مؤكدة فيما فعلت. لقد أثارت عاصفة لا أعرف ما ترمي من خلالها. لكن يا أستاذ مصطفى، سارة محقة، فليس هناك ما يثبت وفاة خالي فارس. ألم تسألي نفسك أين هو إذن؟ الجميع مشغولون بموته هنا وهناك، وهو أين هو؟ أين هو؟ لا أدري، لا أدري. المهم، ما الذي قرره أدهم؟ عذرا، لا أستطيع إخبارك. ألم يكتب قرار أو مبايعة؟ ربما، لكن لا أستطيع التصريح بشيء. أرجو ألا تغير ما وقع عليه يا أستاذ. أنا لا أفعل إلا ما يريده موكلي مني يا سيد عمران. المهم السيدة سارة ربما تدبر أمرا ما، لذلك هي تفعل ما تفعل. وأنا أطالبك يا آنسة بالحذر في التعامل معها، ونصيحتي لك أنت بالذات، أنت بالذات. أنا واثق من ذلك يا أستاذ، فيسرى ستلتزم بها. ابق معنا يا رجل. شكرا، عندي ضيوف، اسمحوا لي. تفضل. أحب هذا التآمر يا أبي، لماذا لم تقل لي؟ حتى أنك لم تلمح بكلمة واحدة، ثم لماذا لم تذهب أنت لتأتي بها؟ سيكون هذا الشرف لسوائي. ها هما قادمان. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير مهند. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك يا أنسة. سيدة لينا، يا أنسة يسرى، تفضلي. مساء الخير. لم يخبرك عمران بشيء إذن؟ أخبرني بما أراه الآن، بالحسن واللباقة. أهلا بك يا سيدة لينا. أما أنا فقد رأيتك مرارا يا عزيزتي، وأعرفك جيدا. أنت لم تريني لأني أبقى دائما في الظل. مثل هذا الجمال لا يخفيه ظل. هل خجلت يا عمران بأن تخبر ابنتك بأنني تزوجت وأنا في 16 من عمري، وظل زواجي 3 أشهر، ثم قتل زوجي وهو يقطع الطريق؟ أي فظاعة هذه، تتزوجين في 16 ثم تترملين بعد 3 أشهر؟ تخلص أبي من فم يأكل، وزوجني لرجل في مثل سنه،
كان من أصدقائي في المقهى الرخيص، واكتشفت بعدها يا عزيزتي الحياة بلونها القاتم السواد بعد زواجي ثم بعد ترملي، ولم أظفر بمشغلي هذا إلا بشق النفس وأنا أعمل فيه منذ 10 سنوات. المشغل الذي في الشارع الخلفي هو نفسه. سيدة لينا، أنت فنانة بحق، ولكن قولي لي وبكل صراحة، بماذا وعدك والدي؟ تكلمي رجاء. ما هذا الكلام يا يسرى؟ لا بأس يا عمران، يجب أن لا يكون بيننا أسرار. أبوك يا يسرى وعدني بسكن القصر وبالثراء والخدم والعربة، وعدني بحياة تحفها الزهور والرياحين. وهل تعلمين بأنه لو عاد خالي فسيكون كل شيء له وحده؟ أعلم، لقد أوضح لي السيد مهند ذلك بدقة. هكذا يا موظفي الأمين؟ حتى وإن آل الإرث لي فإن آخرين لهم حصة فيها أنا سأقدمها لهم. لكن يا حضرة المدير، أنا وأنت مجرد ضيوف. مهند، من كنت؟ اسمح لي يا سيدة لينا بدقيقة واحدة لأحضر العصير. هل ساعدتني يا أستاذ؟ أنا بأمرك. تفضل. لينا، أرجوك يا لينا. اسمع يا عمران، ستكون هذه زيارة تعرف فقط، لا تخرج الختمين، الخطبة الآن مؤجلة. ولكن إياك يا عمران، وإلا سأخرج فورا. المزرعة المجاورة هي مزرعة مروان. ما الذي يميز هذه المنطقة؟ كثرة ثلوجها. وما علاقة الناس ببعضها؟ لماذا تسأل؟ ما الفائدة من معرفة المكان دون معرفة السكان؟ أنا لا أحب المتحذلقين. هذا يبدو واضحا. ماذا تعني؟ ذاك هو القصر. كيف عرفت؟ أنت قلت المزرعة المجاورة هي مزرعة مروان. فإذن هذا هو القصر. اسمع، أنا لا أطيقك، ليكن هذا في علمك. أعرف، وهذا أيضا واضح. أنا لا أعرف لماذا وافقت أمي على أن تلبي كل ما تطلب في رؤية القصر والمزرعة. هذا مضيعة للوقت. حسنا، لنعود إذن. أنا الذي أعطي الأمر بالمسير. مجموعة من المهاجمين مهمتهم تجاوز حواجز صعبة ومعقدة للوصول إلى الحصن واحتلاله. تحديات مشوقة ومضحكة. فهل يسقط الحصن في أيدي المهاجمين؟ الحصن، الاثنين 4 مساء على ذكريات. We'll be right back.
جامعة البترول والمعادن في الظهران، عامل الهندسة الكيماوية، كلية تصاميم البيئة، أحدث الأقسام الهندسية بواسطة الكمبيوتر. منطقة الإحساء وعاصمتها مدينة الهفوف. ربوع بلادي الأربعاء 4 مساء على ذكريات. في مجال الشعر، في مجال النثر، في مجال البحث، خدمة للأدب ولثقافة بلادنا. كيف يجرحنا العيون سيف ما يبرى صويب العين أبد. الشمس تحبو على عيوني. نفثات الشعر راقصة ورقه ليكون الدر موضونا. رحلة الكلمة الأربعاء 11 مساء على ذكريات. لماذا كان عليك أن تخبرها بكل ذلك الهراء؟ ثم من أين تعلم به أنت؟ أعلم به منك، من أحاديثنا. وقد سألتني السيدة لينا عن يسرى وحامت حول موضوع القصر والمزرعة، فأدركت أنها يجب أن تعرف كل شيء يقينا. هل تريدني أن أكذب عليها؟ قل لها لا أعرف دون أن تدخل في التفاصيل يا أخي. وما الذي أزعجك؟ كان يجب أن تلبس خاتمي يوم أمس، ولكنها طلبت التأجيل وادعت أنها كانت جلسة تعارف. ولماذا تشكك بنواياها؟ لابد أنها صدمت من أقوالك وأقوال يسرى. أنت تعتبرها من الوصوليات، وعذرا منك، لأن التي يرتبط موقفها بما سترث ابنة خطيبها هي سيدة غير محترمة، والسيدة لينا محترمة، ولكنها ذاقت الفقر المر ولها مهنة شاقة. أتظن أن المحترمين هم الأثرياء فقط يا سيد أمران؟ لا أريد أن أسمع، هذا ليس موضوعنا. موضوعنا هو لينا التي أظن أنها هجرتني. قالت لي بالأمس يا مهند لا تأتي حتى أطلبك. هل فهمت؟ أريد أن أعرف الآن المطلوب مني. فارس الذي حدثتك عنه ربما مات وربما لم يمت، وأريدك أن تحتل مكانه في القصر ذاك. أجل، في ذاك القصر. لم يخطر ببالي أنني سأكون ممثلاً في الحياة. أنا لم أحلم حتى بالتمثيل على المسرح أو في المقاهي. ستعيش في قصر يخدمك فيه خدم القصر، وتكون لك غرفة واسعة كما غادر فارس، ملابس، نقود، سلطة، وأناس يحبونك. أنت نسخة عن فارس، ولن يكون في لعبك دوره خطر عليك، ثق بي. أريدك أن تبدي استعدادا لي غدا. وما هي فائدتي من الذي تقترحينه علي؟ قلت لك ما يجعلك تطمئن إلى مستقبلك. أريد الرد غدا. اسمع، سنلتقي هنا غدا في نفس المكان. سأكون في انتظاركم.
بدأت أرى فيه فارس، وأنا لا أحبه كما كنت لا أحب فارس. لنعد يا بني، لنعد. لا أدري تراك من تحب، أظن لا أحد سوى نفسك. لقد كنت مع فارس بين القصر والحظائر. أنا كنت مع فارس يا سيدي؟ أجل، وقد رأيتكما بعيني. يا سيدي، أنت لا ترى على بعد ذراعي. إلا فارس، إنني أميزه عن أي بعد. كان ذلك في حلمك، أليس كذلك؟ ربما، وربما لم أكن أحلم. أنا خائف يا عيد، خائف مما قد تفعله سارة. ولكنها أحيا فيك الأمل بعودة فارس. أعرف لماذا، أعرف. لقد فضلت سارة أن تبني لي ولها أملا، أجلت هموم يسرى التي هي بقربي وبنت لي أملا بعودة فارس. تظن نفسها ذكية. ولكن ذلك استهواك. فارس حي، حي يعيد، وسيعود، وستراه بعينيك. خذني إلى غرفتي. ألحانك في النفس يا أختي. تفضل. شكرا لك يا أخي، شكرا لك، هذا لطف منك. اسمع يا جاسر، لا أريدك أن تبدو خشنا مع نبيل، ربما عندها يتوقف عن المتابعة معنا ونخسر كل شيء بسبب كراهيتك له. لا ذنب لي في كراهيته، إنه يشبه فارس تماما، وتعرفين إلى ما بلغ كرهي له. إلى حد الجريمة أعرف ذلك، أطلقت نارا وكانت غير صائبة. أرى نبيل إدريس ماكرا وغير ساذج. وكذلك، وكذلك. ولأنه سوقي وجشع سوف أستخدمه، وسوف أقيده بقيود لا ينفع معها مكره. لذلك عليك أن تعتبره وسيلة لنيل حقوقنا وليس مجرد نسخة عن فارس. هل فهمت؟ اذهب. قل لي يا مهند، لماذا تظن أن أبي لن تسره رؤيتنا معا؟ لأن لينا أبعدته عنها، وتعلمين أن أباك لديه بعض الأنانية. بل الكثير منها، يحب أن يتدلل. الآن هو حزين،
فإن رأى مدى سروري بمجالستك سيزداد حزنا. اسمع يا مهند، نحن سنلتقي كل يوم ولأوقات طويلة. لا يكفي مهند، ماذا أفعل بك؟ اسمع، إن كنت ستتابع إظهار حسن رأيك بي فسوف يصعب استمرار اللقاءات. حسناً، سأظهر دائماً سوء رأيي فيك. كيف؟ اسمع، أنت لست رائعاً، وبالنسبة لي لست إلا صاحبة عملي. ما رأيك؟ أليس هذا سوء رأي مني؟ مهند، دعنا نبقى كما نحن، نسعد بجلستنا وأحاديثنا، ما قولك؟ أنا معك. ها، هل ستأتينا للغداء في الورشة؟ لا، لأنني مدعوة على الغداء. لا تقولي إنه مع قريبك ذاك، ليس هناك نزلاء، وربما يستغنون عني، إنهم يشتغلون بصورة مؤقتة وحسب المواسم. أرجو أن تكون قد فكرت جيدا، الفرصة الآن سانحة لك لتوفر لنفسك ولأسرتك مستقبلا مضمونا. كم سيستغرق ذلك من وقت؟ عدة شهور على أبعد تقدير إن أحسنت أنت قراءة المعلومات وحفظها. اسمعي يا سيدتي، تدركين كم فيما تقترحين علي من مخاطر؟ أنا أعرف كل شيء، أنت لا تخشى المخاطر، ستبقى في القصر إلى أن يموت سيد القصر، ستكون ابنه وقرة عينه وموضع الدلال والسلطة. حتى على ولدك؟ اسمع، بينكما عدم استلطاف كما رأيت بنفسي، ستبتعدان عن بعضكما، والآن أريد أن أسمع موافقتك لندخل إلى بداية التنفيذ. أنا موافق، رغم أن قلبي غير مطمئن. دعه جانبا واحتكم إلى عقلك، القلب لا يوفر المال والأمان، بل يوفرهما عقل منظم. شتان بين عقلك المنظم يا سيدتي وبين نزق ولدك. بالمناسبة أين هو؟ شكراً على دعوتك يا جاسر. هل تصدقين يا يسرى كم تمنيت طويلاً أن يكون بك؟ شكراً. تفضل يا سيدي. شكراً. ماذا كنت تقول؟ تمنيت طويلاً أن يكون بيننا مثل هذا اللقاء، ولا نقتصر على تبادل التحية في القصر. وأنا يسرني ذلك يا جاسر. حقاً؟ طبعاً، نحن عائلة، أمي وأبوك أبناء عم، وربما لو سارت الأمور كما أراد جدي لكنا شقيقين الآن. والعداء بين أمي وأبيك؟ أظن أنه جفاء وليس عداء، بل ربما بينهما تضامن، لأن جدي لم يرحب بالاثنين. كان الأستاذ عمران يحذرك من رفقة ابن سارة وياسين. والخالة سارة تحذرك من ابنة عمران وفائزة، أليس كذلك؟ لماذا يسرى كان أهلنا هكذا؟ لا حيلة لنا يا جاسر في ذلك، الإنسان ربما يغير أصدقائه أو يستغني عنه، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن أهله. يسرى، وهل أنا بنظرك واحد من أهلك؟ تحياتي سيد جاسر. أهلا أهلا. أنا لم أحب هذا الأستاذ مطلقا. أنت أم أمك يا جاسر، هل تحب وتكره كما تريد الخالة؟
ربما كان الأمر كذلك. وهل إلحاحك على هذا الغداء هو بناء على رأي خالة سارة؟ شيء كهذا، إنما مع رغبة داخلية مني ربما تفوق تأثير أمي. شكرا على صراحتك يا جاسر، وشكرا على هذه الجلسة. أنت قريب الوحيد، تعرف ذلك؟ باستثناء جدي فأنت أقرب الناس إلي من جهة أمي. يسرى، هل هذا يعني أنك لا تنفرين مني؟ ربما كنت أدهش من سلوكك، أستغرب تسليمك لأمك، لكنني لم أنفر منك قط. وهل ستكون لنا مثل هذه الجلسة ثانية؟ لما لا؟ تعال وزرني في المتجر يا جاسر، ولا تخشى من أبي، وليكن قدومك برغبتك أنت وليس بتوجيه الوالدة. بكل سرور، بكل سرور يا يسرى. تفضل يا سيدي. صحيح أنني لا أحب جاسرا هذا، ولكنه شاب أسيم وأنيق وذكي. المدهش أنك لا تحبه رغم كل محاسنه التي ذكرتها. أنا لا أحبه لأن أمه تريد وضع يدها على كل شيء، أما يسرى فتراه قريبها الوحيد وهو يتصرف معها بفروسية. كيف كان الغداء؟ أفضل مما تصورت. جاسر وهو بعيد عن أمه شيء آخر. عظيم. كنت أقول لمهند أن جاسر هذا الشاب وسيم وأنيق وذكي. أين كنا؟ نعم أنا يا سيدي لا أريد منك أن تفقد أملاكك، ولكني أحذرك مما تدبره سيدة الرعب تلك. إن كل ما تفعله سارة لها غرض منه أعرف، لكنني لم أعد أقبل أي فكرة دون نقاش. هل بدأت تفقد ثقتك بي؟ لكن هذا ليس في صالحك يا سيدي. ماذا تعني يا مصطفى؟ أعني يا سيدي أن لك قدر ما تستطيع من الأمل، لكنك تحتاجني، وأنا لن أتخلى عنك حتى لو طردتني. لن أطردك، أنت وحدك موضع ثقتي. رأيت اليوم مشهدا لم تصدقه عيناي. يسرى كانت تتناول الطعام مع جاسر في المطعم. مع جاسر؟ كيف يحدث هذا؟ لا، هذا من ترتيب سارة، تريد أن تخطف مني يسرى كما خطفت مني ياسين من قبل. عيد! أنا فوجئت، إن يسرى على عكس ما نظن، إنها ليست متكبرة ولا مغرورة، إنها بسيطة تماما. المهم يا جاسر، ماذا اكتشفت؟ وماذا علي أن أكتشف؟ يسرى مثلا، هل وقعت عقودا؟ هل قرأت نص المبايعة؟ يا أمي، أنا دعوتها للغداء وجلسنا نتحدث كالأسوياء ولم أسع لاستنطاقها. حسن، سنؤجل ذلك، إنما تابع ما بدأته اليوم. كن لطيفا معها يا جاسر، رقيق. حسنا يا أمي، وأنت ماذا فعلت مع ذلك المخلوق؟ إنه مستعد، وقد أعطيته وصف القصر الداخلي والأناس الذين فيه وما يجب أن يعرفه عنه وعن مزرعة مروان ومن فيها. وهل سيكفي ذلك؟ لابد من دخول غرفة فارس، إنها مغلقة منذ أن غادر يا أمي. دع ذلك لي يا جاسر، نحن بحاجة إلى صور قديمة لكل شيء، كل صورة مفيدة. ابحث في الخزائن، في الدروج، احتفظ بكل ورقة قديمة كانت بعيدة أو قريبة. نحن بحاجة إلى كل معلومة يا جاسر، هل فهمت؟ تصبحين على خير.
الحماس والتحدي. السرعة والقوة هي شرط للربح. منافسات متنوعة تشاهدونها في برنامج تيلي ماتش. تيلي ماتش الخميس الرابعة مساء على ذكريات. أسئلة كثيرة تحتاج لأجوبة. رسالة وردتني من المرسلة أم بسام. اقتراحات بناءة. لكن قضية يا إخوان التشاؤم وكون الإنسان يقول هلك وكل الناس مات وخلاص نزل عليكم العذاب، لا يا أخي. مشاكل وحلول. بعدما كبر يشكو من زوجته وأنها بدأت لا تقوم بحقه. منكم وإليكم الجمعة الرابعة مساء على ذكريات. أبطال حبيناهم وكانت المواجهة بالحلبة بينهم حتمية. فنون قتالية وحركات قوية ما ننساها تشعل الحماس فينا. ونبقى منتظرين الفايز للنهاية في مصارعة حرة. مصارعة حرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات. توقعت أن أراك يا مهند. أن تريني أنا؟ لماذا؟ طبعا، إما أن يرسلك عمران أو يسرى أو ربما تأتي من تلقاء نفسك. وها قد أتيت. أتشرب قهوة؟ قهوة حلوة، إنما قبل ذلك ما الذي يجري بينك وبين مديري؟ أحببت يا مهند أن أعطي وقتا ليسرى كي تفكر وتتفاهم مع أبيها، ووقتا آخر لعمران كي يقرر إن كان لا يزال يعدني بالكنوز أم بشيء آخر. فهمت فهمت. وأنتما، أنت ويسرى، متى سنسمع أخباركما؟ أخبارنا؟ ليس لي وليسرى أخبار. مهند، لن تستطيع مخادعتي إلا إن كنت تخدع نفسك وتزعم في قرارتها أن الذي بينكما ليس حب. صحيح أنا معجب بلطفها وحسن معشرها لا أكثر. لا أكثر، وأنت لا ترسمها مطلقا ولا تظل عيناك تلاحقانها كما رأيتك بنفسي. أنت حقا تتجاهل هذا. دعك مني الآن. السؤال ماذا أعمل بمديري الذي أصبح بالغ النزق والعصبية؟ الأمر يا مهند يحتاج مني لإجابات عديدة، وأنا فعلا حائرة، لكني عما قريب سأتخذ موقفا. عذرا، سأجهز القهوة. هل كنت تبحث عن شيء ما يا سيد جاسر؟ نعم، كان لي صور عديدة يا عمي لم أعد أراها. ربما كانت في غرفتك أو في جناح والدتك. وجدت بعضها وليس كلها، ولكن أين يمكن لي أن أجدها؟ لا أعرف، لا أذكر شيئا من هذا الطريق. لم أعد أرى المحامي هنا يا عين. ونحن أيضا لم نعد نراك يا سيدة سارة، كما أنني أرى أنك تستعدين للخروج. فعلا، أنا وجاسر خارجان الآن. حسناً، بإذنكما.
جاسر تعال. هل وجدت شيئا؟ بعض الصور. وأنا أيضا وجدت بعض الصور والأوراق، إنما ما يدهشني المودة الطارئة بين لبنى وأدهم. يلتقيان على تذكر سيد ذكر فارس. لنذهب يا أمي. تفضلا، العربة جاهزة. لا تعطيه شيئا، أنا أراك تعطيه كثيرا. بأمرك يا أمي. نعيمة. أم سيدي، احضري للآنسة لبنى عصير الليمون ولي كأسا من الزهورات، ثم جهزي لها فنجانا من القهوة. أمرك وأمر السيدة لبنى. لا حاجة لكل ذلك يا عماه، يكفيني العصير. بل ستحضر لك كل ما ذكرت. أنت ضيفة عزيزة يا لبنى، وستكونين سيدة هذا القصر بإذن الله. انتبهي يا سلافة إلى ما أريد منك أن تفعلي. أريدك أن ترتبي الصناديق هنا وأن تضع الملابس بشكل جميل لائق حتى تبدو بمظهر جيد أمام الزبائن. حسنا، شكرا لك. جاسر، كيف حالك؟ لا بأس، لقد قررت بدء يومي بزيارة متجرك لأنني سعدت باللقاء البارح. جاسر، أنت بمقام أخي الذي لم أرزق به، تفضل. أخي، هل تريد شراباً ساخناً؟ يسرى، ما رأيك لو نتغدى سوياً؟ الحقيقة يا جاسر، لدي التزاماً مسبق، ربما في يوم آخر. هل أنهيت البطاقات المطلوبة؟ منذ الأمس. إذن خذها ليسرى لتتصرف بها الآن. عند المساء سأخذها مع سواها. لا يا مهند، لا، الآن الآن الآن، نريد الحركة، نريد نشاط. حرك. هل انتظرت طويلا؟ بعض الوقت يا سيدتي. وماذا فهمت من الأوراق؟ الكثير الكثير الكثير، إنما غير الواضح هو لماذا كان فارس يكرهك، ولماذا كنت تكرهينه. يكرهني امتدادا لعواطف أبيه الذي لم يغفر لي مطلقا دخول القصر زوجة لياسين بدلا من عزيزته فائزة. أنا أكرهه لأنه بصفته وارثا يغتصب حقي وحق ولدي جاسر. توقعت. بالمناسبة، لماذا حصل خصام بين فارس و ما اسمها؟
لبنى. لبنى، نعم، لماذا؟ كل منهما أناني، وخاصة فارس، إنه نسخة عن أبيه، جشع، شرس، متسلط. أشكرك. لماذا؟ لأنك ستجعلينني أمثل دور وحش. خطر في بالي أنه لابد من دخول القصر والتعرف على الأشياء حتى لا يفاجئني شيء غير متوقع. سأعمل على ذلك. خذ واقرأ كل هذه الأوراق ودقق في الصور. بعضهم قديم ولكنك ستدعي أنك تتذكره. الأرجوحة، شجرة التوت التي قلعت، الإفريز القديم، وكل شيء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وهل سكت لها الأستاذ مصطفى؟ كيف لا يا يسرى؟ إن أشجع الناس يصمت ليتقي شر لسان أم اللاذع. أنت غير معقول يا جاسر، غير معقول. هذه البطاقات أرسلها المدير لحضرتك. هل تأمرين بشيء؟ لا لا، سأذهب إلى الورشة الآن. عذرا منك يا جاسر، لابد من تسليم البطاقات لأصحابها. أستطيع مساعدتك بشيء؟ أنا سأنتظر الوالدة هنا، ولذلك إن استطعت فعل شيء. لا شيء، لا شيء يا جاسر. السلام عليكم. أهلا يا سالم، ماذا هناك؟ أرسلني سيدي لاصطحابك إليه. جئت في وقتك يا سالم، فأنا أرغب أيضاً في لقائه. إذن هيا. هيا يا سالم. هيا. ما قولك يا أمي أنا أنتقل مع يسرى إلى مرحلة جديدة؟ كيف؟ أنتما لازلتما في البدايات. بدايات؟ إنها تفرغت لي تماماً. تعلمين أن متجرها يدر أرباحاً طائلة، ومع ذلك اهتمت بي كثيراً، قدمت لي الشاي والحلو. قدم لها هدية الآن، وأنا أقترح ألا تتعشى. متن صلتك بها حتى يأتي الوقت المناسب. فكري الآن مشغول بغرفة فارس، لابد أن فيها الكثير كثير من الأسرار. أستاذ مصطفى، يا أهلا وسهلا. توقعت مجيئك. قل لي سيدك إن الأستاذ مصطفى هنا. يعني بسرعة. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل.
أستاذ مصطفى، علينا أن نكتشف ذلك بأنفسنا. لا يجوز أن تفاجئنا سارة. اطمئن يا عيد، أنا حاضر لكل شيء. ماذا قال الطبيب؟ الأمر يتعلق بإرادة الله، إنه لم يعد يقدر على فعل أي شيء. ها هو قادم. أستاذ مصطفى، ماذا تفعل سارة في المدينة؟ أنا لا أستطيع الحركة، وسارة منذ سنوات لم تغادر هذا القصر. لماذا تغادره الآن وبكثرة؟ ماذا تدبر؟ ماذا تريدون؟